السلام عليكم أيها الشباب، أيها الحرفيين، أيها المشاهدين الكرام. اليوم عندي واحد الدرس جد مهم بالنسبة للتكنيسيان. ديماراج ديال لي جروب الكتروجين اكوموند اوتوماتيك. هادشي ما راه ما كايناش عاوتاني، ما غيلقاوهاش. هادي راه انا اللي دايرها بيدي، هذا راه اختراع ديالي ماشي ديال الكتب ولا شي حاجه. هاد الميدان انا اللي صنعت هاد الشيء ما بالضبط، وين داير بها. ودابا كنعطي هاد الشباب هاد الشيء ما باش نقول لهم يخدموا لي جروب الكتروجين اكوموند اوتوماتيك. حاليا ما اشرح لكمش، انا غير كنقول لكم راه هاد العرض هذا ان شاء الله راه غادي نديرو فيديو في واحد اللحظه بالضبط تقريبا في هاد الاسبوع هذا، باش كلشي يكون حاضر يجيو يستافدو من هاد النقط هادو، لان هاد الشي راه ما كاينش وما غيبحثو عليه، ما غيش اللي غيعطيه لهم. لي جروب الكتروجين راهم موجودين ولكن ما كيديرولكش لي زانستالاسيون اكوموند اوتوماتيك، قليل اللي كيعرف. وداك السر ما كيعطيوش، ولكن دابا انا غنعطيكم هاد السر هذا بالضبط ان شاء الله، وغنوريكم الجروب الكتروجين اللي راني غادي ندير درت له هاد الانستالاسيون، ولكن هادي الشيمه ديالو بالضبط. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.